مرحبا، معك الأستاذ وائل، وبهالفيديو حكف في الفيديوز تبع Life Science Section للبنانيز المنهج اللبناني. بهالفيديو حغطي اثنين documents حنشوفهم هلأ، بس حبلش أول شيء بهالصورة اللي بتفرجيكم التنوع بالبشر اللي نحن منقله بالScience Polymorphism. Diversity or polymorphism. Polymorphism هو سببه التنوع بالجينز تبع that code for كتير اشياء. نحن اكترية الجين اللي بالهيومنز هني مثل بعضهم، يعني اذا بتطلعوا على الانسولين جين اللي عندي ولا عند اي واحد تاني هيلثي حيكون نفس السيكونس اوف نيوكليوتيدز ال اي تي سي جي. اما الجينز اللي هني بيفرقوا هني less than 10% من كل الجينز، وهني اللي بيخلوا كل واحد مختلف عن التاني. بس هول الجينز الصغار عندهم افكت كبير بانه يعملوا هالبوليمورفيزم. So, حكفي بالchapter 3, document 3, polymorphic genes in a population. حشوف two examples of polymorphic genes. Polymorphic gene, لما نقول polymorphic gene هو جين عنده كذا allele. نحن بنعرف انه كل شخص مننا بيحمل two alleles من كل جين، بس ها ما بيعني انه في بس two alleles in nature. لا، في عنا genes عندهم مئات hundreds of alleles، بس كل واحد مننا حياخد اثنين من هول، وهيدا بيعمل diversity، هذا اللي بيعمل polymorphism. لما يكون عندنا كتير genes وكل genes عنده كتير alleles sorry combination of alleles حتعمل احتمالات كتير كبيرة انه واختلاف بين الhumans. القليل اللي حاحكي عنه اسمه Major Histocompatibility Complex، أو منقله نحنا MHC. هذا قليل it's very important لأنه حنرجع نشوفه بالإميون سيستم، عنده دور كتير مهم بالإميون سيستم. MHC this gene أو هو حتى group of genes will code for group of proteins اللي هن على surface of the cells. يعني أنا هيدا السل المفروض one of our body cells بيكون هيدا MHC is a protein or a complex of proteins موجود على surface of our cells. شو بيعمل هيدا هالبروتين؟ هالبروتين مثل بطاقة الهوية تبع السل. So MHC تبع my cells، MHC اللي موجود على surface of my cells مختلف عن MHC اللي موجود على surface of cells شخص تاني، وما في حدا it's nearly impossible أن يكون في اثنان عندهم the same MHC with exception لل identical twins لأن هديك clones. So MHC مثل ما قلنا كتير بيختلف من شخص للتاني. هلا بدنا نشوف هون يعني هيدا polymorphic gene، بدنا نشوف ليش polymorphic gene. أول شيء MHC is coded by several genes. هل genes عادة من قلهم DP DQ DR اللي هني حتى ممكن يكونوا أكتر من جين. So مثل ما شايفين هون كل part هي a gene. So كذا جين code for MHC لحتى يطلع هيدا الكومبلكس اللي على surface of the cell. وإذا منشوف كل جين منشوف إنه عنا a lot of alleles for every gene. For example the DP، حسب هون الكتاب اللي عندكم، the DP عنده 72 alleles. يعني في 72 possibilities ليكون على هالكروموزوم، 72 possibilities لل DP. في 49 possibilities لل DQ. في 199 لل DR. وفي 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 لكل هدول. So إذا بدكم تشوفوا التشانس إنه واحد أو اثنين يكون عندهم the same alleles على two chromosomes، مثل ما بتتذكروا عنا pairs of chromosomes لكل هالجينز، وكل جين عنده لك قديش alleles، بتكون one in I don't know how many millions. عشان هيك ما في حدا حيكون عنده the same MHC sorry. ممكن يكونوا قراب، وهون ال MHC هي بتلعب دور بال
لما يوهب الأعضاء، يعني لما واحد بده يعطي عضو أو تيشو من شخص للتاني، ليش الـ our immune system بيرفضه؟ لأنه بيكون الـ MHC مختلف، ممكن يكون قريب بس مستحيل يكون the same. هذا an example of a polymorphic gene. لنسمي جين polymorphic لازم يكون عنده كذا قليل، وليكون القليل one of the polymorphism، يكون فيه موجود هالقليل بأكثر من 1% from the population، والقليل اللي هو موجود أكثر شيء نسميه نحن wild type قليل، اللي هو scientists think إنه هو القليل الأساس اللي صار منه mutations، بس that's not always the case. So wild type قليل هو القليل الأكثر انتشارا. Another polymorphic gene هو البيتا جلوبين. بيتا جلوبين is a بدون الإي هذه بالفرنش is a protein أو جزء من الهيموجلوبين اللي بتساعد بأنه تحمل الأكسجين بالريد بلاد سيلز. وكمان عندنا كتير variation للبيتا جلوبين بس أكتريتهم بيعملوا ديزيز. So البيتا جلوبين مؤلف من حوالي 150 كودون، يعني يضربون بثلاثة ليطلع كم نيوكليوتايد، اللي هني they're transcribed into RNA translated into amino acid sequence protein لحتى تطلع هذه البيتا جلوبين. بس sometimes بيصير في mutations بيطلع لنا مثل هذه point mutation اللي غيرت جلو لفال، بيطلع لنا mutant beta globin بيسبب المرض usually beta thalassemia or اللي بنقله beta thalassemia اللي هو فقر دم، لانه هالبيتا جلوبين مش عم تشتغل مزبوط، مش عم تحمل الاكسجين مزبوط. وعندك كذا نوع من الفقر الدم لانه الميوتيشن ممكن تصير باي مطرح وتسبب لانه البيتا جلوبين ما تشتغل. هيدا كمان اسمه بوليمورفيزم، even though it's a disadvantage. هيدا التشينج منه منيح. So بهال دوكيمنت بس نحن لما نحكي نعرف شو يعني بوليمورفيزم، شو يعني بوليمورفيك جينز، وانه جينز may have more than one allele، sorry more than two alleles، مش بس two alleles. و the biggest example is the MHC. ننتقل لشابتر 3 دوكيمنت 4 هو detection of genetic polymorphism. هو كيف ساينتست بيقدروا يعرفوا قديش عنا polymorphism وكيف عنا polymorphism. وحيوصلنا مثل introduction at document 5 اللي هو كيف بيعملوا sorry DNA fingerprint لحتى يعملوا تحاليل DNA ليكتشفوا مين البي ومين الكريمينال. بيجي كتير أسئلة من الأوفيشال إكزام. Scientists to detect genetic polymorphism بيستخدموا two things. أول شيء اللي بدنا نشوفه هن enzymes اسمهم restriction enzymes. لحتى نفهم كيف بيشتغلوا scientists بدنا نفهم شو هن restriction enzymes. Enzyme المفروض كلنا بنعرف يعني enzyme. Enzyme catalyzes a reaction. Restriction enzyme. The word restriction يعني مثل restricts أو cuts. These enzymes هن enzyme موجودين in nature، موجودين بالبكتيريا بأنواع بكتيريا. هن عندهم القدرة إنه يقصوا DNA مش randomly at specific sequences. يعني بيكون في سيكونس معينة لكل إنزيم، وهذا الإنزيم بيجي بس يشوف هالسيكونس بقص الـ DNA. For example عندنا الإنزيم مثلا هيدا الـ EcoRI أو HIND3 أو BAMH1، وعندنا كذا إنزيم غير. مثل ما شايفين عندهم شيء بنقله Recognition Site. Recognition Site هني سيكونس معينة، لما هيدا الـ BAM يشوف هيدي السيكونس بالدي ان اي اللي هي جي جي اي تي سي سي بهال سبيسيفيك اوردر، بيجي بقص دي ان اي بهالشكل. سو هون عندنا لونج سيكونس اوف دي ان اي ولونج سيكونس اوف دي ان اي، ومن هون ومن هون هو حيجي يقص هيك، فحيطلع عندنا شقفتين دي ان اي. شقفه بتنتهي بهون الجي وهون C C T A G، والشقفة الثانية هون بتنتهي ب C C T A G وهون G. فصلنا هون لأنه أصلاً هيدا restriction enzyme. هول هيدا الشقفة اللي بس تكون الشقفة هيك عندها من ميلة ممتدة أكتر من ميلة، بنسميها sticky end. sticky end لأنه هيدولي 1 2 3 4 nucleotides
مش موصولين على ولا نيوكليوتايد، فكتير سهل توصلهم، تخليهم يتوصلوا على sequence opposite اللي هي CA ضيعت CTAG، وهذه بتستخدم كتير بالبيوتكنولوجي والجينيتك انجينيرينج. other enzymes مثل هيدا ALU بيعمل blunt end اللي بتخلص مش stick end like this TC، والشاف التالي حيكون هون CT وGA، ومن هون يكفي الدي ان اي، من هون يكفي الدي ان اي بهالخط. انا قصدي مو نيوكليوتايد، يمكن يكون هون في 8A whatever. اكزامبل هيدي السيكونس عنا، لنفرض نحن عم نشتغل بالايكو ار اي اللي هو بقص جي اي اي تي تي سي، لنشوف هيدي السيكونس اوف دي ان اي كم مره او وين حيقص الايكو ار اي. فبتكون تلاقوا جي اي اي تي تي سي، سو لنشوف هون ما في جي اي اي، سو جي اي اي تي تي سي هيها، سو حيقص جي اي اي بنضيع هون لعند هون. يمكن يكون في بعد another recognition site، لنشوف جي اي اي سو جي اي بنشوف لهون جي اي اي تي تي سي هيها، سو كمان حيجي ويقص هون. اوبس ما بيعلق، سو هيك ولا عند كرمال ما نضيع اكزاكتلي هون. قد تكون بالقلب بس I don't think في جي اي اي تي تي سي تحت. anyway so لما قصينا هال دي ان اي piece of دي ان اي هون وهون، شو حل شو سو قصيناه how many recognition sites؟ في 2 recognition sites، so we cut the DNA twice. هيدا حيطلع لنا كم شقفة دي ان اي او how many DNA fragments؟ 3 DNA fragments. هيدي اول fragment اللي بتخلص بها sticky end، وهيدي تاني fragment، وهيدي تالت fragment. هيطلع عنا fragment كبيرة، fragment صغيرة، fragment تقريبا وسط. طيب فهمنا شو يعني restriction enzymes، بدنا نشوف كيف بيستعملوا لحتى نرجع للdetection of genetic polymorphism. كيف بيستعملوا او كيف حنقدر نستعملهم؟ كمان بدنا نعرف شيء اسمه gel electrophoresis. جل الكتروفوريسيس هي ميثود تستخدم بالبايوتكنولوجي كتير كتير مهمة. ما في ولا تحليل دي ان اي بيتم بدون جل الكتروفوريسيس. هيدا هو الديفايس تبع او الكيت تبع الجل الكتروفوريسيس. الجل الكتروفوريسيس بيتألف من مثل بليت عليها جل، نوع جل، وهون بيكون عندنا مثل منقول pit. pit يعني مثل مطرح تحط فيه substance، بتكون موصول بالكتريسيتي. هالالكتريسيتي حيكون في negative و positive side، وحنيجي نحط بنحط our sample بهول pit. هلا نحن لنكفي بهالسامبل، نحن جبنا هالسامبل DNA، لنفرض هون sample DNA حطينا without نفس السامبل بس بدون restriction enzyme، وهون حطينا DNA مع restriction enzyme، so DNA cut plus restriction enzymes. يعني هون DNA جاي شقفة واحدة كتير كبيرة، هون ثلاث شقف مثل ما قلنا كبيرة وسط صغيرة، بنحطهم هون we run the electricity، بنشغل electricity لوقت معين. بالجل الكتروفوريل الـ DNA هو negatively charged، فلما يصير في electricity الـ DNA حيبلش يعمل migration، حيمشي towards the positive side. so هال DNA molecules حيمشوا من هون للآخر. هل يا ترى حيمشوا at the same speed؟ لا، لأنه they are different sizes. مين اللي حيمشي أسرع؟ الـ small piece. small piece بتمشي أسرع، middle piece أقل، وهيدي أقل وأقل أو أبطأ. so هون شو حيطلع عنا؟ مثل ما قلنا في ثلاثة parts، كبير وسط صغير. الصغير حيمشي كتير يوصل لهون، الوسط حيمشي لنفرض يوصل لهون، والكبيرة حتمشي وتوصل لهون. أما بهال side عندنا وحدة شقفة كاملة بدون ما نقصها، حتكون كتير كبيرة ما حتمشي كتير، يمكن حتخلص هون.
هلا كيف بنشوفهم في طريقة معقدة حنشوفها بعدين بالنكست لسن، انه بدنا نحط لهم راديو اكتيف ماتيريالز حتى نشوفهم ونشوفها بعدين. بس هلا بس لنفهم سوري الايديا بيهايند ات. سو جيل الكتروفوريسيس الغاية منه انه يفصل هالدي ان اي حسب السايز اوف دي ان اي فراجمنتس. فهمنا شو الدي ان اي ريستكشن انزيمز، فهمنا شو الجيل الكتروفوريسيس، كيف بنستعمل هذا الشيء for detection of genetic polymorphism؟ نستعمله in this way. لما يكون في عنا جين بدنا ندرسه بنجيب هذا الدي ان اي وناخذ دي ان اي from different individuals. So بناخذ دي ان اي from one individual، دي ان اي from another individual، بنحط the same restriction enzymes. الريستريكشن انزيمز، so let's say عنا individual A individual B. Okay. حطينا DNA of individual A here, DNA of individual B here. Restriction enzymes اثنين عليهم. DNA of individual A حيكون عنده sequence مختلفة عن DNA of individual B. Usually اللي يطلعوا ال RFLP بيعتمدوا على non-coding area لأنه كتير بتختلف من شخص للتاني. للجينز ما في كتير اختلاف إلا بالجينز اللي هن بيعملوا polymorphism. So إذا عم يدرسوا polymorphism تبع sorry a certain gene so بيكونوا عم يدرسوا هيدي السيكونس بيكونوا they have isolated that sequence. So anyway بياخد الدي ان اي سيكونس اللي بدهم يدرسوها from individual A والدي ان اي سيكونس from individual B و they add the same restriction enzymes. لانه السيكونس هون غير هون restriction enzyme let's say EQRI or any restriction enzyme حيقص هيدا الدي ان اي غير هيدا الدي ان اي لأنه حيلاقي restriction sites مختلفين لأنه sequence مختلف. فيمكن هذا DNA يقصه 1 2 times يطلع 3 شقف، وهذا DNA ينقص 1 2 3 times يطلع 1 2 3 4 pieces. فلما بنحط على الجل electrophoresis مثل ما هون شفنا individual A حيطلع عنده مثلا 2 short pieces، individual B بيطلع عنده 3 different pieces. فهون بنشوف انه في اختلاف بين individual A individual B ويمكن individual C يعطي شيء تاني. فهذا بيعطينا study بيقدر الساينسز يعملوا study لل polymorphism in humans. هذا الشيء كمان بيستعملوه بال DNA fingerprint اللي حنشوفه باللسن الجاي. كنت بدي انهي ب so بيطلع عنا different bands بيقدر يعرفوا هيدول الساينتس. هون بيقدر يدرسوا genetic polymorphism. هيدا ال genetic polymorphism as in genes وكيف بيقدر يستخدموه. وهيدي اللسن الجاي هو اللي usually بيجي أسئلة عنه، حنشوف ونعمل practice على some questions related to the coming lesson. يمكن طولت عليكم بهالفيديو لأنه 2 documents، بس إن شاء الله تكونوا استفدتوا و thank you for watching.